بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 75. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الكلام على قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين أرادوا أن يجادلوا عن السارق وأن يخفوا جريمته وأن يلصقوها بالبريء، يقول: هبكم نجحتم في الدنيا وسترتم على صاحبكم على جريمته وألصقتموها بالبريء وأخذ البريء وأجري عليه الحكم الشرعي بناء على الظاهر، هبكم فعلتم ذلك ونجحتم في الدنيا، لكن في يوم القيامة تعاد الخصومات عند أحكم الحاكمين، فمن الذي سيجادل عنهم يوم القيامة؟ أنتم خلصتموهم في الدنيا، لكن كيف تخلصونهم يوم القيامة؟ فهذا فيه دليل على أن الخصومات تعاد يوم القيامة، وينصف المظلومون من الظلمة، وأن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، لأن الحاكم يبني على الظاهر وهو لا يعلم الغيب، ولكن إذا حصل خيانة وحصل تلبيس على الحاكم فإن وهو لا يدري، فإن الله جل وعلا سيتولى الفصل بين هؤلاء يوم القيامة، ولن يملك أحد الدفاع عنهم. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، يتولى شؤونهم ويدافع عنهم ويخاصم عنهم. فعلى المسلم أن يتنبه لذلك، وأن هناك يوما ينشغل كل إنسان بحاله ولا يلوي أحد على أحد. فيؤخذ من هذه الآيات تحريم الجدال للدفاع عن الخائنين، وذلك بأن يقوم الإنسان يروق الحجج ويزوق الشهود من أجل أن يكسب موكله القضية، حتى يحوز على ما يعطيه من مال في مقابل محاماته عنه، فإنه بهذا يأكل مالا حراما، وفي يوم القيامة يقع في الورطة التي لا خلاص له منها. ويدخل في هذا الحكم الجدال والدفاع عن المخربين اليوم وتبرير أفعالهم، الذين تظاهروا بالجهاد في سبيل الله وقد كذبوا على الله وعلى رسوله، فإن هذا تخريب وليس جهادا، وهذا إضرار بالمسلمين وخيانة للعهود والمواثيق، فهم أساءوا إلى الإسلام وشوهوا الإسلام. ولا أستبعد أن يكون الذين غسلوا أدمغتهم وحشوها بهذه الأفكار الخبيثة أنهم من الكفار، يريدون ضرب المسلمين بأبناء المسلمين. فيجب على شباب المسلمين وفقهم الله أن يتنبهوا لهذه الأمور، وأن يحذروا من دعاة الضلال وأصحاب الأفكار المنحرفة.
وأن يلزموا إمامهم وعلماءهم وأن يكونوا مع المؤمنين ولا يشذوا عن المسلمين لهذه الأفكار التي جرت عليهم وعلى المسلمين من الويلات ما لا يخفى. يؤخذ منها أن الخيانة يرجع ضررها على الخائن قبل غيره، فإنه وإن زعم أنه لا يناله شيء وإنما هو يمكر لغيره وينفع غيره، وربما يقول أن الإثم على غيري لأنه يعلم أنه ما عنده حجة فيكون الإثم عليه وما أنا إلا وسيلة فقط، فهذا يشارك بل هو الأساس في الإثم، لأن الخيانة والجريمة لم تصل إلى غير أو البراءة من الجريمة لم تحصل إلا بسببه، فيكون الإثم عليه أشد. فعلى المسلم أن يتجنب المجادلة عن الخائنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من آوى محدثا، وذلك بأن يحمي المحدث والمجرم من أن يقام عليه الحد، ومن أجل أن يستمر في غيه وضلاله، فإنه ملعون، من فعل هذا فهو ملعون. ومن إيواء المجرم المدافعة عنه بالحجج الباطلة والشبهات الكاذبة والتزوير، فإن هذا أمر خطير. ويؤخذ من هذه الآية بغض الله للخائن، إن الله قال: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فإذا انتفى الحب حل محله البغض، والله جل وعلا يوصف بأنه يحب وأنه يبغض، ولكن هذا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فالمخلوق يحب ويبغض، ولكن محبة الله وبغضه يليقان بجلاله، ومحبة المخلوق وبغض المخلوق يليقان به، فلا إشكال في ذلك. يؤخذ من هذه الآية أن كثير الخيانة أعظم إثما من قليلها، فالذي استمر في المحاماة عن أهل الباطل وفتح له مكتبا أو فروعا وصار يستقبل الخصومات ولا يتحرى فيها لأن قصده جمع المال دون تمييز بين المحق وبين المبطل، فهذا خوان، يعني كثير الخيانة، فإثمه أشد من الذي خان مرة واحدة وإن كانت الخيانة قبيحة. ويؤخذ منها أن المنافقين يخشون الناس ولا يخشون الله عز وجل، فهذه من صفات المنافقين، فالذي يخشى الناس ولا يخشى الله هذا دليل على نفاقه، لأن باطنه يخالف ظاهره، وهذه صفة المنافقين. ويؤخذ منها الحذر من الذين يستخفون عن الناس لتخطيط الخطط وإبرام الحيل للمكر بالمسلمين، أنه يجب الحذر منهم، ومن اشتبه في أمرهم يجب عليه أن يبلغ عنهم حتى يكفي المسلمين شرهم. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.